هذه الإدارة وهذه هذه الجماعة القروية الإدارة الترابية التي ينظمها دستور فتح اليود الفصل 135 منظم لجماعة القروية تسير ديمقراطيا وبكل شفافية. وها نحن اليوم نطالبهم بتنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك الفصل 124 من الدستور يقول تصدر الأحكام باسم الملك وتنفذ بالقانون، ورئيس الجماعة القروية يمتنع عن التنفيذ في سابقة لأوانها. وها هو محضر امتناع عن التنفيذ حرره المفوض القضائي سيد أحمد بابي. والغريب في الأمر أن عامل اقليم خليف نيدف لا وزال يصر على عدم تنفيذ هذا الحكم رغم ملتمسنا منه بتطبيق الفصل 27 من قانون 0817 المنظم للجامعات المحليه. اذا عاق عائق رئيس الجامعه القرويه او امتنع عن تنفيذ امر تشريعي فالسلطه العموميه في شخص العامل يحل محله. إذا من هذا الباب نقول لهذا الرئيس ارحل، ونقول لأعوانه ارحلوا، ستنفذون القانون رغما عن أنفكم، ونرسل رسالة مشفرة إلى عامل إقليم ميدلز نقول له ارحل. صامدون ساحة صامم المفتوح إلى حين تنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك. غريب أمر هذه الدولة وهذه الإدارات أن يصدر حكم باسم جلالة الملك وتكون فيه الصيغة التنفيذية. يأمر جلالة الملك جميع الأعوان أن ينفذوا الأمر وأن ينفذوا الحكم، ويأمر الوكلاء العام ووكلاء الملك بأن يقوموا على هذا التنفيذ ويسهرون عليه ولو باستعمال القوة العمومية. وها نحن في يومنا 35 من الاعتصام المفتوح أمام أي يريدون أن ننقل اعتصامنا إلى أمام مقر عملة ميدلز أو الرباط. أين اللامركزية يا وزير الداخلية يا وزير العدل يا رئيس الحكومة؟ يعني واحد مازال تكا إطار دابا في الجماعة القروية، واش التقاضي دابا بالنسبة للملف ديالك صافي انتهى مثل التقاضي على المستوى المغربي؟ التقاضي صافي ما بقى. أنا لا مادام وهل ما حضر ما حضر امتناع امتناع يعني صافي يعني صافي ما بقاش. اكتسب الحكم صبغة نهائية 2008 على 2013 صبغة نهائية وبقوة القانون. بقوة القانون لا يمكن لأي طرف أن يطعن في هذا القانون، هناك نص دستوري ينظم هذا. المحكمة الدستورية هي التي لها الحق في الطعن، ولكن إذا لم يحصل الحكم النهائي على الصيغة التنفيذية. شفت يا محمد في المدخلة ديالك أنا رفض العامل يعني تنفيذ هذا المحضر، إلا يحدينا السلطة السياسية تتدخل في القضاء. العامل الإقليمي. لا تتدخل في القضاء، بل هي العامل بصفته مندوب وزير الداخلية. وهناك تداخل ما بين القانون ما بين لأنني أشرت إلى القانون 0817 يقول في الفصل 77 بأن هناك حق سلطة الحلول، وسلطة الحلول هي أن ينفذ العامل عندما يرفض أو يمتنع رئيس الجماعة القروية عن التنفيذ.
اذا دابا رئيس الجامعه كيمتنع عن التنفيذ ديال هذا يمتنع في خرق سافر للدستور ماشي غير تحكام مقرر قضائي هذا خرق دستوري لانه الاحكام تصدر باسم الملك ويقول وتقول الصيغه التنفيذيه يامر الملك يامر جلاله الملك بتنفيذ هذا عصيان مدني هذه خيانه عظمى لهذا الحتل هذا والذين معه ممكن واحد بالنسبه لهذا المحضر الامتناع نشوفوا فيه الاسباب ديال الامتناع عن تنفيذ الحكم ديال رئيس الجامعه اسباب يعني علاش امتناع فصرح لنا السيد الرئيس بانه يمتنع امتناعا كليا عن تنفيذ صافي ما عنده لا اسباب ولا اسباب سياسيه باينه لانه انت كتعرف فضحنا النهب المال العام